لا تشرب هذا الدواء، الدواء فيه سم قاتل. العبارة دي كلنا حافظينها، يمكن مش فاكرين تفاصيل الفيلم بس عارفينه. فيلم حياة أو موت اللي اتعمل سنة 54 زمان أيام الأبيض واسود، كانت قصته أو البلوت أو العقدة اللي فيه بتتمحور حول طفلة بتحاول تنقذ والدها اللي جات له نوبة صحية، وراحت للصيدلي عمل لها دواء وأخطأ في تركيب الدواء، فبقى الصيدلي ما قداموش أو مش قدامه غير أنه يكلم الجهات المعنية، وقعد يقوله في الميكروفونات وفي كل مكان لا تشرب هذا الدواء، الدواء فيه سم قاتل. الفيلم بقى عبارة عن جولة أو رحلة الطفلة الصغنطوطة دي في شوارع القاهرة إلى أن وصلت لأبيها. من حكم دار بوليس العاصمة إلى أحمد إبراهيم القاطن بدير النحاس، لا تشرب الدواء الذي أرسلت ابنتك في طلبه، الدواء فيه سم قاتل، الدواء فيه سم قاتل. عند سماعك هذه النشرة بلغ الحكم دارية، وعلى كل من يعرف مكان أحمد إبراهيم المذكور المبادرة بتحذيره إذا كان قريبا منه، أو اختار الحكم دارية فورا. من حكم دار بوليس العاصمة إلى أحمد إبراهيم القاطن بدير النحاس، لا تشرب الدواء الذي أرسلت ابنتك في طلبه، الدواء فيه سم قاتل. أوجب النهاية. عند سماعك هذه النشرة بلغ الحكم دارية، وعلى كل من يعرف مكان أحمد إبراهيم المذكور المبادرة بتحذيره إذا كان قريبا منه، أو اختار الحكم دارية فورا. طب نسمع الحكم دار عاوز يقول إيه؟ افتح يا كوثر. في طلبه، الدواء فيه سم قاتل، الدواء فيه سم قاتل. أعوذ بالله، اقفلي بلاش دوشة. بلغ الحكم دارية، لا تشرب الدواء الذي أرسلت ابنتك في طلبه، الدواء فيه سم قاتل، الدواء فيه سم قاتل. عند سماعك هذه النشرة بلغ الحكم دارية، وعلى كل من يعرف مكان أحمد إبراهيم المذكور المبادرة بتحذيره إذا كان قريبا منه، أو اختار الحكم دارية فورا. أرجوك يا أستاذ بسرعة بسرعة. في الفيلم شخصيتها ورحلتها استهوت الكاتب الصحفي محمود التميمي لمشروع كبير جدا، ابتدى يشوف الشوارع الطفلة دي، محلات البقالة، الفيلم ده وغيره، وقرر انه يبتدي رحلة بحث في القاهرة. عنواني عمل مشروع انه ازاي يكتشف التفاصيل الكتيرة وقصص وحكايات وحاجات اندثرت بس موجودة في تلافيف الافلام الابيض واسود. واول رحلة بحث قام بيها كان البحث عن سميرة، الطفلة اللي أدت الدور ده. تعب كتير وقعد فترة كبيرة جدا لحد ما وصل لها الحاجة ضحى. وفي انفراد بيميز محمود التميمي في شغله التلفزيوني والصحفي، عمل حوار لطيف جدا، عمل حوار عبر الزمن مع الحاجة ضحى اللي كانت بتمثل دور سميرة في فيلم الدواء فيه سم قاتل أو حياة أو مساء النور. احنا سعداء جدا ان احنا اخيرا شفنا حضرتك. والله انا الاسعد وتعبتكم معايا. لا ابدا، ده احنا من اسعد اللحظات اللي احنا جينا لحضرتك. الله يخليك. ونور بنتي يعني في عمرك في الفيلم. ميرسي يا حبيبتي، ميرسي حضرتك قدمت لنا فيلم ممتع، استمتعنا. عجبك بجد؟ عجبني جدا بجد. طب الحمد لله. شايفاه امبارح بالمناسبه. والله 25 قرش يا شباب، معيش غير دول. معلش والنبي، اصل بابا عيان قوي وبكره اجيب لك القرش.
معلش يا بنتي قدر وشدت بتاعك. فاكرة في الفيلم لما يوسف وهبي دخل على عماد حمدي في الآخر قال له إيه؟ قال له دوختنا يا احمد ابراهيم. قال له دوختنا يا سي ابراهيم. يا سي ابراهيم فانا يعني اسمحي لي اقول لك نفس الجمله، دوختنا يا ست ضحى. احنا شهور طويله بندور لقيناكي بصدفه جميله جدا من على الفيسبوك، قدرنا نوصل لاستاذ محمد ابن حضرتك وبناء عليه حددنا ميعاد ثم ميعاد ثم ميعاد لغايه ما ربنا اكرمنا وجينا اخيرا وقابلناكي. والله مش مقصوده بس انا كانت صحتي تعبانه ومش قادرة، يعني عارف يوم ببقى كويسة جدا ويوم تاني مفيش. دورك كان دور مؤثر جدا في فيلم مهم جدا، هو من أخلد الأفلام في السينما المصرية. هقول لحضرتك حاجة، كان أياميها كانت الثورة بتاع 52، فأنا بقى متحمسة قوي للثورة، فكانوا بيقولوا اللي يحب يتطوع عشان يعمل لمه فلوس عشان التسليح للجيش. أيوة أيوة. فأنا رحت قدمت نفسي لأخو جمال عبد الناصر اللي هو ليسي عبد الناصر، فكانوا عاملين علب حديد كده صفيح إن الواحد يلم فلوس. أنا أكتر واحدة في اسكندرية من كل اللي تقدموا لميت فلوس وذهب. وعمرك 9 سنين. يعني وقت الفيلم بتاع حياة أم، عشان كده اتعرفت من وقتها. ازاي كمال الشيخ اصلا عرف ان في طفله في اسكندريه اسمها ضحى ممكن تمثل او يحب انها تمثل؟ هو كان بيسال في اسكندريه، كان جابوا له زيزي البدراوي. فهو قال لا انا مش عايز حد معروف، انا عايز حد مش معروف عشان يبقى الفيلم واقعي اكتر. فقالوا له بقى في بنت اسمها ضحى وما اعرفش ايه وكده، هو فقال طب خلاص اشوفها. فسافرت بقى مصر، قابلت معاه في زي كافيه، مش يعني كنت صغيره، محل حلويات. حلويات انا قريت في مجله الجيل. أيوة. ان كان اسمه الجمال. ايوه. أيوة. واحنا قاعدين وكمال الشيخ بقى حب يشوفني وانا بمشي ازاي، فقال لي ممكن تروحي في الفيترينه لانك تنقي جاتوه وتاخدي عشانك الجاتو اللي يعجبك وكده. فانا عملت له كده، لا كسفت طبعا وكده. فمامتي قالت لي لا قومي خدي وكده، هي فهمت ان هو عايز يشوفني بمشي ازاي وكده. فمشيت ورحت ونقيت وكلمت ال الشيف وحط لي جاتو وكده وجابه لي. في الوقت ده هو بقى في دخلت صلاح ابو سيف المخرج، كان بيعمل وقتها فيلم رايا وسكينه، فقال بس هي البنت دي انا عاوزها. فطبعا كمال الشيخ اتضايق وافتكر ان احنا ممكن نوافق، فوطى على ماما وقال لها من فضلك ما تتفقوش معاه، عشان لو اتفقتوا معاه هيبوظ الفيلم بتاعي وهيبوظ الفيلم بتاعه. هي في مكان واحد بس كانوا بيتنافسوا عليكي. صلاح ابو سيف وكمال الشيخ. ودايما كان كل ما يقابلني بعد كده صلاح ابو سيف كان يقول لي هربتي مني. حضرتك كنت عايشه في اسكندريه، بتنزلي تصوري وترجعي اسكندريه. اسالهم في حاجه قريب لازم اصورها، يقول لي لا ليكي اسبوع اجازه. كان مصوروا بقى حاجات تانية لما هنعوز هنبعت لك قبليها بيومين. وفعلا كان كده وانا كنت ملتزمه وتصور الفيلم. الحاجة ضحى مش هي الحكاية الوحيدة اللي طلعها محمود التميمي، ده هو فتح صندوق من الذكريات والحكايات والتفاصيل اللي يمكن ما سمعناش عنها قبل كده. دور عليها فين؟ راح أرشيف إيه؟ خلينا نسمع حكايات غاية في المتعة وغاية في التدقيق من الكاتب الصحفي والتلفزيوني الأستاذ محمود التميمي. ألو أستاذ محمود التميمي، الكاتب الصحفي والتلفزيوني والباحث في أضابير الصحافة المصرية. أهلا بحضرتك يا أستاذ محمود. أشكرك. شكرا. أهلا بيك. شكرا. في البداية مش بس بشكرك على وجودك معانا، بشكرك على المجهود المرعب اللي أنت عملته للوصول لحكايات عايزة صبر ودأب، مش عارفة إزاي جبتهم للدخول في أروقة الأفلام وأروقة الصحافة المصرية. أشكرك. أشكرك. أنا مش عارف أقول إيه.
قادره اتخيل المجهول. هنبتدي بضحى وبعد كده نسترسل في حكايات كتيره جدا ممتعه. القاهره عنواني ومظهر القاهره وتفاصيلها والطفله سميره او الحاجه ضحى. البدايه كانت حبي للقاهره من يعني وانا عمري لسه 10 11 سنه يعني. في البدايه انا كنت بتعامل مع القاهره باعتبارها الحي اللي انا ساكن فيه اللي هو المانيال. المانيال كان فيه قصر الامير محمد علي في شمال الجزيره، وكان فيه مقياس النيل في جنوب الجزيره. ففي طول الوقت عندي شغف ان اعرف مين اللي بنى الحاجات دي، الغرض كان ايه، مين اللي كانوا قبلنا موجودين. ثم بعد كده لما كبرت شويه بدات اروح المدينه كلها بقى، القاهره بقى الحقيقيه، الازهر والحسين وفسطاط وما الى ذلك. فاكتشفت ان انا عايش في عاصمه ربما هي الاكثر عمقا وتجذرا في تاريخ الانسانيه. واكتشفت روعة جملة نجيب محفوظ اللي قالها لما سألوه عن مصر، فقال لهم مصر ليست وطن محدود بحدود ولكنها تاريخ الإنسانية كله. صحيح. وإني أحب الإقامة فيها وأرجو ألا أغادرها إلا يعني ميتا أو منفيا. ده كان جملة نجيب محفوظ عن مصر. وبالتالي شوارعها، مبانيها، ناسها اللي مروا بيها، الأرواح اللي عاشت فيها، هذه الأرواح تستحق الذكر وتستحق أن احنا نعلم منها ولادنا دلوقتي القيم اللي بتذبل أو بتنزوي مع الوقت في مقابل قيم أخرى مادية بحتة. اشترك في باقات واتشة الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.